هي على اخوانك يا بنت؟ ما هو اللي جاي يخطفك ده واللي يتنازل عليكي هياخدك على اخوانك وهيكسر دماغك كمان. عمري ما هعرف احطب زيك يابا. انا مش عايزك تبقي زيي، انا عايزك تبقي احسن مني. هي امي الله يرحمها كانت بتعرف تحطب بالنبوت؟ امك؟ امك كانت بتعرف تطبخ وبس، دي ما كانتش بتعتب بره باب البيت. بس انا عايزك تتعلمي تدافع عن نفسك يا نورا. طب لعلمك بقى انا ما فيش حد يجرؤ يهوبلي، ده انا بنت حسن الجبالي. وبعدين انا الست ودادة البلانه قالت لي ان البنات الحلوين اللي زيي يعني لما بيكبروا كده بيتزوقوا ويتزينوا وبس، مش بيضربوا بعض بالنبابيت يا ابو علي. وداد قالت كده؟ اه. حلو قوي، خليكي قاعده بقى في البيت وما تخرجيش. لا لا خلاص خلاص. طب ايه اقولك بقى ان انا هتمرن لحد ما ابقى فتوة الجماليه كلها. هو في فتوة حلو زي القمر كده؟ يلا يلا عشان ما تاخرش على الكتاب. ما بلاش الكتاب ده يابا، دول كلهم بيبقوا عيال وانا الوحيده اللي كبيره اللي فيهم. بلاش الكتاب يا بنت، ده انا ما صدقت الشيخ عبد القادر يوافق ياخدك وانت كبيره كده. يلا يلا مش عايزين نتاخر على الشيخ. يلا هات القله دي. بعدين العالم حلوة يا بنت نورة، الفرق بين البني ادم والبقره ايه؟ ما يلا بقى اتفرجينا على الفستان. بقولك ايه، الفستان ده كان متفصل لاميره، بس انا قلت لهم يعني هي الست ليل اقل من الاميره؟ ده انت حتى ست الجماليه كلها على سن ورمح. يا وليه، هو كل فستان هتجيبيه هتقولي كان متفصل لاميره؟ الفستان عليكي زي العسل، فرجيني كده ما شاء الله هينطق عليكي. بقولك ايه يا وداد؟ آه. هي اسمها ايه الاميره دي؟ اسمها ايه الاميره؟ اسمها الأميرة فاطمة. يا وليه كدابة، بقى في أميرة اسمها فاطمة؟ بقولك ايه، زي القمر في الفستان، بسم الله ما شاء الله، رقتك من عيني الأول ومن عين أي حد يبصلك وما يقولش ما شاء الله. خلاص هاخده، مع إنك عارفة إن أعمل أحلى منه. بس مش هكسفك، بس بقى عايزاكي تعدي على بيوت الجمالية كلهم تقول لهم الفستان ده كان متفصل لأميرة بس طلع على ليل أحلى فخدته خلاص. ما هي دي الحقيقة، كان متفصل لأميرة. وبعدين ده انت ست القمرة، ده انت أجمل بنوتة في الحتة كلها في الجمالية. كفاية ذوقك وكرمك. بقولك ايه، يلا بقى عشان أشوف لك الودع وأقولك على المستخبي. انت يا ولية متزقيش من الودع ده؟ لا. بقولك ايه، أنا حلمت المرة دي إن أنا بشوف لك الودع وبيتحقق. لو النبي. آه.